من العاصمة اللبنانية بيروت نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين إلى أن يصدر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا يؤكد أو ينفي الادعاءات الإسرائيلية حول استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إبراهيم السنوار، فإن ما تم عرضه يؤكد أن المقاوم في الصورة كان حاملا لسلاحه مشتبكا مع الاحتلال في ساحة الميدان كما كل المقاومين في غزة، حيث بيانات المقاومة تؤكد مواصلة التحدي والتصدي للاحتلال، ومن جنوب لبنان حيث ينبئ الميدان بما لم يتوقع قادة الاحتلال. هذه التغطية مشاهدينا كما عودناكم نبدأها دائما من الميدان، وتنضم إلينا شبكة مراسلي الميادين تباعا الزميلة فاطمة فتوني جاهزة معنا الآن على أن يكون معنا أيضا للتحليل والتعميق والحديث عن آخر التطورات في هذه التغطية. معنا شبكة مراسلي الميادين إذن جاهزون معنا الزميلة فاطمة فتوني من جنوب لبنان، الزميل أحمد طه من بعلبك، الزميل خالد خليل من صيدا جنوب لبنان، الزميل محمود العوضية من شمال قطاع غزة، وسينضم إلينا الدكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة وهو معنا من القاهرة. ولكن البداية من ميدان جنوب لبنان، أهلا بك معنا فاطمة. اليوم كان أيضا هناك معلومات جديدة عن تدمير آليات جديدة للاحتلال الإسرائيلي خاصة على مستوى دبابات الميركافا، واستمرار أيضا إطلاق صليات صاروخية باتجاه أراضي فلسطين المحتلة. ماذا في حصيلة مشهد اليوم حتى هذه اللحظة؟ نعم عبد الرحمن، نبدأ بالمستجد الذي شهدته هذه الجبهة بعد ظهر اليوم. ضوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات إصبع الجليل أكثر من مرة بالتزامن مع إطلاق صليات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة. كذلك ضوت صافرات الإنذار في بلدة الغجر في قرية الغجر، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المقاومة عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في عدة نقاط داخل الأراضي اللبنانية وأيضا داخل الأراضي المحتلة، عندما استهدفت أكثر من مرة تجمعات لجنود الاحتلال عند بوابة مستوطنة مسكف عام، بالإضافة إلى استهداف المباشر ل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا بين بلدة عديسي وكفر كلا بمحاذاة الجدار الفاصل الذي يفصل الأراضي اللبنانية عن الأراضي المحتلة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى استهداف لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بليدة كذلك في مستوطنة أفيفيم. إذن نحن أمام مطاردة لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، تستخدم المقاومة الصاليات الصاروخية والقذائف المدفعية وتصيب أهدافها بتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب البيانات فإنها تحقق إصابات مباشرة. كذلك كان هناك تدمير للدبابات الإسرائيلية، دبابات ميركافا تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال بث مباشر كنا نرصد ونشاهد الدخان الذي كان يتصاعد من هذه الآليات التي كانت تحترق وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك لابد أن أشير إلى أن مركز زيف الطبي في صفد قال استقبلنا منذ مساء أمس وحتى اليوم 24 إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان. يعني لابد أن أشير إلى أنه أيضا هذه الجبهة شهدت اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك إعلام الاحتلال يتحدث عن استقبال المستشفيات، منذ الأمس 44 إصابة لجنود الإسرائيليين أصيبوا خلال المعارك، بعضهم في حالة حرجة، وتسع مستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة. لابد أن أشير أيضا إلى أن المقاومة اليوم أيضا استهدفت مستوطنات إسرائيلية، حيث استهدفت مستوطنة كريات شمونة كذلك راموت نفتالي، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لكفر مستوطنة كفر إفراديم. كذلك يعني لابد أن أشير إلى أن المقاومة مستمرة في عمليات التصدي عند الحافة الأمامية، كذلك كانت تستهدف منذ اليوم يوم أمس تركز على مرابد المدفعية التي تعتدي على البلدات الجنوبية، تحديدا البلدات المحادية لخط المواجهة والتي تقع أيضا في الخط الثاني. كما كانت الجبهة تشهد اليوم قصف مدفعي لا يتوقف منذ أيام يعني، وما زال مستمرا باتجاه بلدات تقع في القطاع الشرقي والأوسط والغربي، كذلك بالإضافة إلى الغارات أيضا التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث وكانت آخر الغارات ثلاث غارات تعرضت لها بلدة عيت الشعب قبل قليل، بالإضافة إلى تبنين وحداثة وأيضا عيت الجبل، بالإضافة إلى غارة من مسيرة على مدينة الخيام. الوسائل الإعلام
الإسرائيلية تتحدث الآن عن الاشتباه بحالة تسلل في ديشون وأفيفيم والملكية. بطبيعة الحال هذه يعني تتوالى التصريحات الإسرائيلية فيما يخص ما يحصل عند الجبهة الأمامية، ونحن نرصد ونتابع ما يأتي في الإعلام الإسرائيلي. الآن هناك اشتباه بحالة تسلل بحسب ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية في ديشون وأفيفيم والملكية التي دوت فيها أيضا صافرات الإنذار أكثر من مرة. يعني كنا أمام هذه التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة، مع الإشارة فاطمة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الإعلام الإسرائيلي بأن هناك اشتباه بحالات تسلل من جنوب لبنان باتجاه أراضي فلسطين المحتلة. وطبيعة الحال نحن سننتظر يعني الدقائق وربما الساعات المقبلة ليتبين إذا ما كان فعلا ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي حصل أم لا، أليس كذلك؟ طبعا هي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام الإسرائيلي عن هذه الحالات. يعني في آخر مرة نذكر أنه تم الاشتباه وكان يعني فيما يخص حالات التسلل إلى داخل الأراضي المحتلة، يعني كان هناك حيوانات برية، يعني هو يخاف من أي تحرك في تحصل عند الحدود مع فلسطين المحتلة، حتى على صعيد الطيور التي كانت يعني في مرة من المرات يعني كان هناك طيور تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة. هذه هي الحالة التي يعيشها جنود الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الجبهة. ربما نكون أمام يعني لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد ما يأتي في الإعلام الإسرائيلي، ولكننا نتابع التطورات الميدانية التي تحصل على هذه الجبهة. ولكن ما يمكن تأكيده أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يعيشون حالة من القلق داخل الأراضي المحتلة، بفعل أيضا صافرات الإنذار التي لا تتوقف طيلة ساعات الظهر وعلى مدار الساعة داخل الأراضي المحتلة من جراء الصواريخ التي تطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وبالإضافة إلى الاستهدافات المباشرة التي تحصل على امتداد هذه الجبهة. عبد الرحمن، إذن مشاهدينا، وبالنسبة لما قالته الزميلة فاطمة فتوني نقلا عن الإعلام الإسرائيلي بموضوع حديث أو خشية إسرائيلية من تسلل حصل من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إعلان حالة تأهب في مستوطنات ديشون، أفيفيم والمالكية شمال فلسطين المحتلة خشية من عملية تسلل مقاتلين من لبنان. هكذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي، كما تتابعون أيضا الآن على شاشة الميادين هذا العاجل إعلان حالة الاستنفار في مستوطنات ديشون والمالكية وأفيفيم بسبب الخشية من عملية تسلل. هي نقاط كثيرة مشاهدينا سنناقشها في هذه التغطية بالتأكيد مع ضيفنا فيها الدكتور مخيمر، ولكن سأستكمل هذه الجولة مع الزملاء. نتجه من الجنوب إلى بعلبك كما تتابعون في البقاع الشمالي، زميل أحمد طه متواجد معنا هناك. هذه المنطقة التي تشهد مؤخرا مجازر كثيرة ومتعددة من الاحتلال الإسرائيلي، قصف غير مسبوق وعنيف. ماذا عن حصيلة هذا اليوم حتى هذه اللحظة أحمد؟ مسرحية من إخراج المتحدث باسم جيش الاحتلال وتنفيذ الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي، هي ما شهدناه اليوم في ثلاث بلدات إسرائيلية. قرر المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد 900 غارة عبد الرحمن على مناطق البقاع أن ينذر أصحاب ثلاث مباني سكنية في ثلاث بلدات، أتحدث عن تمنين الواقعة جنوب غرب مدينة بعلبك، سرعين والسفر الواقعة في جنوب شرق مدينة بعلبك. بعد 900 غارة قرر أن ينذر أصحاب ثلاث مباني سكنية في هذه البلدات لإخلائها تحت ادعاء الحماية، حماية سلامتهم وأمنهم، مع أنه ارتكب عشرات المجازر في كل الأسابيع الماضية أدت إلى استشهاد العشرات وجرح المئات. وبالتالي هو يقدم سردية إسرائيلية يدعي فيها أمام لمن يهمه الأمر من العالم الغربي والمجتمع الدولي بأنه يريد حماية المدنيين، في حين لم يفعل ذلك في مرات كثيرة. نقاط نسجلها اليوم أن هذه الغارات جرت في ساعات النهار، كانت الناس أصلا يعني تترقب بطبيعة الحال الاعتداءات،
والعدوان المستمر منذ 3 أسابيع، لكن في مرات سابقة كان يرتكب مجازر في ساعات منتصف الليل عند 1 و2 فجرا عندما تكون الناس نيام. منازل عبد الرحمن كانت قد أهبطها الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس قاطنيها بعد غارات شنها دون إخطار وإنذار، وبالتالي ما شهدناه اليوم هو اعتداء على 3 مباني سكنية، واحدة منها كما ذكرت في تمنين، الثانية سارعنا عبر كاميرا الميادين للتجوال عليها لأنه يقول إنها منشأة لحزب الله. تبين عبر الجولة الميدانية الإعلامية التي قمنا بها أنه مبنى مؤلف من طبقتين يضم 9 شقق سكنية، أردى نصف هذا المبنى أرداه أرضا ونصف الآخر تعرض لأضرار كبيرة، بطبيعة الحال كان قد أخلي من قاتليه لأنه السكان يعلمون، البقاعيون يعلمون جيدا وشاهدوا جيدا إجرام الاحتلال الإسرائيلي. أيضا الغارة على بلدة السفري والواقع عبد الرحمن هنا على الأوتوستراد الرئيسي، عندما نتحدث عن الأوتوستراد بعلبك الهرمل أو أوتوستراد الرياق بعلبك، هذا الأوتوستراد ينشط بشكل كبير في ساعات النهار، هو فرصة للتنقل لتأمين الحاجيات للذهاب إلى الأشغال، تحديدا أن عدد كبير من البقاعيين صمدوا في مناطقهم في بلداتهم وبالتالي هم يمارسون أعمالهم رغم الاعتداءات المستمرة، وبالتالي هذا الاعتداء على بلدة السفري طال مبنى غير منتهي من الإنشاء، كان قيد الإنشاء بالإضافة إلى معرض سيارات بجانبه وأيضا محل لبيع القهوة، بالتالي جرى استهداف هذه النقطة أدت إلى أضرار في النقطة المستهدفة والمناطق المحيطة وأيضا جرحى كانوا يعبرون الأوتوستراد الرئيس لحظة وقوع الغارة. إذن كما ذكرت في بداية هذه الرسالة هي مسرحية يقدمها المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول للعالم أنه يخطر المدنيين قبيل استهدافات منشآت تابعة لحزب الله. النقطة الأولى إذن هو لم يفعل ذلك في 900 غارة سابقة أدت هذه الغارات إلى استشهاد العشرات وجرح المئات، والنقطة الثانية هي أنه يكذب بخصوص هذه المنشآت بعدما عيناها بالبث المباشر عبد الرحمن عبر شاشة الميادين وتبينت أنها كما في كل الغارات الماضية هي منشآت مدنية، منازل مدنية، محال تجارية، وبالتالي نعود ونكرر كل هذا للمشاهد العربي يعلم جيدا أن ما يصدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال ما هو إلا سردية يريد أن يغذي بها يعني موقفه أمام المجتمع الغربي الذي بات بعد سنة من العدوان على غزة ولبنان يعلم جيدا جرائم هذا الاحتلال في كلا البلدين. عبد الرحمن، إذن هكذا هو المشهد في البقاع الشمالي مشاهدينا. لن أشكر الزملاء الآن، سأشكرهم جميعا بعد قليل بعد أن يفيدنا الزميل خالد خليل بما لديه من صيدا جنوب لبنان، ولكن فقط مشاهدينا في هذه اللحظات في هذا التوقيت تحديدا نشير إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من حركة حماس بخصوص مصير رئيس المكتب السياسي للحركة وقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أبو إبراهيم حتى الآن، بالرغم من الخبر الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من الصور التي نشرت، بالرغم من كل ذلك حركة حماس، وهذا ليس نفي وليس تأكيد للخبر الذي نشره الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الحركة حركة حماس بشكل رسمي لم تصدر حتى الآن أي بيان ولم تصدر أي موقف بخصوص ما تم الإعلان عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أذهب سريعا لزميل خالد خليل، أيضا كان هناك تجدد للقصف على البصرية خالد اليوم، ماذا أيضا في حصيلة هذا المشهد، مشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان تحديدا في قضاء قرى قضاء صيدا حتى هذه اللحظة؟ قبل الحديث عن تطورات الساعة، نعم قبل الحديث عن تطورات الساعة الأخيرة والاعتداءات المتواصلة على عدد من القرى الجنوبية، تجد الإشارة إلى أنه خلال هذه الرسالة هناك تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والطيران الحربي في أجواء مدينة صيدا وإقليم الخروب، وعلى علو منخفض هذا التحليق متواصل منذ ساعات تقريبا، منذ ساعتين تحديدا يتواصل في عدد من المناطق الجنوبية بالإضافة إلى مناطق إقليم الخروب. منذ بعض الوقت كان هناك سلسلة غارات استهدفت بلدة البيسرية، هذا الاعتداء يعني ليس الأول على هذه
المدينة، فمنذ أيام ومنذ أسابيع نشهد سلسلة اعتداءات تطال هذه المدينة. بحسب ما صدرنا ومنذ بعض الوقت ليس هناك أي إصابات، اقتصرت الأضرار جراء هذه الغارة على بلدة البيسرية على الماديات. وكان قبل هذه الغارة كان هناك عدة غارات، سلسلة غارات طالت بلدة حروف، كان بمحصلة هذه الغارات خلال نصف ساعة منذ الآن 4 غارات على هذه البلدة، أيضا أضرارها اقتصرت على الماديات. كما هناك أيضا غارة عند ساعات الغروب الأولى على مفرق بلدة لوبي، هذه الغارة أيضا أدت إلى أضرار في المناطق المحيطة وفي المباني السكنية وفي إحدى المستشفيات في المنطقة جراء هذه الغارة. أريد أن يعني نتطرق إلى موضوع التهديد الذي تلقته بلدة الوردانية على الساحل، هي ضمن أقضية بلدات أقضية الشوف. يعني عن غير عادة هذه البلدة اليوم تلقت عند ساعات المساء تهديد من قبل جيش الاحتلال، طالب سكان أحد المباني بإخلاء هذا المبنى فور هذا الإعلان. سادت حالة من الهلع والخوف أدت إلى حالات من النزوح. نريد يعني هذه البلدة ليست المرة الأولى التي تتعرض لاعتداءات، فمنذ أسبوع تقريبا كنا قد تابعنا وشاهدنا ورصدنا الاعتداء الذي طال أحد مراكز الإيواء في تلك البلدة والذي كان يضم عشرات الوافدين إليه. قامت طائرات الاحتلال بغارة على هذا المركز أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في وضح النهار. كان جميع القاطنين في هذا المبنى هم وافدون من مناطق جنوبية متفرقة. هو مبنى كما متعارف عليه مسجل ضمن الجهات الدولية، جهات الرسمية المحلية، يعني ليس منشأة عسكرية كما يدعي الاحتلال. إذن اليوم عاود هذا الاحتلال بتوجيه انذار إلى سكان هذه البلدة، إلى أحد المباني، طالب فيها سكان هذا المبنى بإخلائه، ما يرجح نية هذا الاحتلال إلى استهداف هذه البلدة مرة أخرى. اليوم اللافت بأن هذه البلدة يعني للمرة الأولى يتم توجيه لها هذا التهديد. بتنا يعني نشبه هذه التهديدات كما تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت، يتم توجيه تهديد لأماكن محددة في الضاحية، بعد هذه التهديدات بوقت قصير يتم استهدافها بغارات تحذيرية، ويعاود الاحتلال باستهدافها بسلسلة غارات ويدمر الأهداف الذي وجه التهديدات إليها. إذن نحن يعني أمام ساعات قليلة يتخوف فيها الأهالي من هذه الاعتداء المرتقب لهذه القرية، هذه البلدة التي تضم وافدين، وبحسب مصادرنا فيما مضى كانت أشارت بأن عدد الوافدين من مناطق جنوبية في هذه البلدة قدر ب6000. إذن هذا رقم ليس بقليل ضمن هذه البلدة، وجراء حالات الخوف والهلع ونزوح الأهالي إن كان من ضمن الوافدين ولا أهالي هذه البلدة. نعم. فنحن أمام معضلة أخرى جراء الأعداد الهائلة من الوافدين، أين سيتجهون في حال عمد هذا الاحتلال إلى استهداف هذا المبنى أو أماكن أخرى في هذه البلدة. فيما يتعلق بالغارات، كان هناك أيضا سلسلة غارات عند ساعات المساء الأولى، طالت بلدة الخيام، قامت مسيرة باستهداف مدينة الخيام بالإضافة إلى بلدات عيت الشعب والطيري وبيت ليف وياطر وحنين ومجد السلم ورامية وكفرة. جميع هذه الغارات اقتصرت فيها الأضرار على الماديات ولم يسجل سقوط أي إصابات حتى الساعة. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلي الميادين خالد خليل، أحمد طه وفاطمة فتوني على وجودكم معنا في هذا الجزء من هذه التغطية المفتوحة والمستمرة مشاهدين من الميادين، مع الإشارة وتحديث إلى ما يرد على شاشة الميادين من إعلان حالة الاستنفار في مستوطنات ديشون والملكية وأفيفين بسبب الخشية من عملية تسلل. الإعلام العبري يتحدث ويقول بأنه في أعقاب اشتباه بعملية تسلل بري من لبنان، الجيش يطالب المستوطنين المتبقين في مستوطنات ديشون وأفيفين والملكية بالبقاء داخل المنازل والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا. الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق بين منطقة نحال كديش ومستوطنة راموت نفتالي بالجليل الأعلى أيضا بسبب ما يقول الإعلام الإسرائيلي أنه خشية تسلل مقاتلين من جنوب لبنان باتجاه أراضي شمال فلسطين المحتلة. إذن مشاهدينا نكمل الآن في سياق هذه التغطية، حيث لا أعرف إذا كان دكتور مخيمر جاهز معنا، زملائنا دكتور مخيمر أبو سعدة ليس جاهز معنا حتى الآن مشاهدينا. إذن نأخذ الآن مشاهدينا الخبر التالي، حيث أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هدف الحرب
ودفع لبنان للاستسلام وفرض معادلات جديدة، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإملاء إرادته على دول المنطقة وقد خطط لها العدو منذ سنوات. إن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال تهدف إلى إخضاع لبنان ودفعه إلى الاستسلام وإلى فرض معادلات جديدة يتسيد فيها كيان الاحتلال على المنطقة ويملي شروطه على شعوبها ودولها ليشطب فكرة المقاومة من ذاكرة الشعوب حتى لا يرفع أحد في وجهه سلاح للدفاع عن نفسه أو حماية شعبه أو ردعه عن بطشه. مشاهدينا، الدكتور مخيمر أبو سعدة هو معنا كما ذكرنا من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، ينضم إلينا الآن مباشرة من القاهرة. دكتور مخيمر، قبل أن نتحدث عن التطورات التي لها علاقة بمصير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وهو قائد حركة حماس أيضا في قطاع غزة، ولا أريد أن أن أذهب، سنتحدث أيضا عن مصيره، ولكن قبل ذلك لابد أن نتطرق إلى التطورات في لبنان. الآن الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن الخشية من تسلل المقاتلين، بالأمس الحديث عن حدث أمني صعب، يتحدثون عن حدث أمني صعب للغاية حصل بالأمس، اليوم الإعلان عن مقتل 5 جنود إسرائيليين. المشهد على مستوى جبهة جنوب لبنان بداية، أستاذ مخيمر، أي حالة تعيشها إسرائيل الآن في ظل هذا الاستعصاء على مستوى العملية البرية واستمرار القوة الصاروخية في حزب الله بإطلاق الصواريخ من الحافة الأمامية عند مستوطنة كريات شمونة، زرعية، تشتولة، أفيفين، كل هذه المناطق وصولا إلى تل أبيب؟ أسعد الله أوقاتكم أنت والمشاهدين. فقط للتنويه، أنا يعني لا أتحدث إليكم الآن من القاهرة وإنما من شيكاغو من الولايات المتحدة الأمريكية. على أي يعني من الواضح أنه على مدار أكثر من أسبوعين الآن أن هناك محاولات حثيثة تجري من قبل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي للدفع باتجاه العملية البرية في جنوب لبنان، ولكن واضح أن الخسائر الإسرائيلية يعني كبيرة جدا في اليوم الأول للعملية البرية. على ما أعتقد وأذكر سقط 8 جنود وضباط إسرائيليين، وفي محاولات أخرى يعني سقط العديد من الجنود. أعتقد أن عمليات التقدم هي بطيئة جدا، ولم يتم إلا احتلال أعتقد أمتار بسيطة من منطقة الجنوب اللبناني، ومن الواضح بأن هناك يعني مقاومة شرسة ومقاومة ضارية تجري في جنوب لبنان لصد أي عدوان إسرائيلي على الجنوب اللبناني. وحسب معلوماتي يعني أنه ما تقوم به إسرائيل وما تنجح فيه هو عمليات القصف الجوي التي تطال مناطق عديدة من سواء كان في الجنوب اللبناني أو الضاحية بيروت الضاحية الجنوبية أو مناطق أخرى من لبنان. أما على مستوى العملية البرية فأعتقد أن هناك حالة إحباط كبيرة، رغم يعني ما يحاول الجيش الإسرائيلي أن يسوق أن هناك إنجازات وأن هناك تقدم، إلا أنه أعتقد هناك إحباط كبير لدى قوات الجيش الجنود والضباط من عدم إحراز أي تقدم واضح أو أي تقدم ملموس. ومن الواضح بأن مقاتلي حزب الله وخاصة يعني القوات على يعني في منطقة الجنوب يعني تقوم بعمليات مقاومة عنيفة لصد هذا العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. دكتور مخيمر، أيضا في موضوع لبنان، طب في ظل الحالة التي تحدثت عنها الآن والتي يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعيشها الحكومة الإسرائيلية على مستوى جبهة جنوب لبنان، هل هذا قد يدفع إسرائيل إلى إعادة حساباتها بخصوص ما تتحدث عنه بموضوع التقدم في جنوب لبنان وفكرة الغزو البري والدخول إلى الجغرافيا اللبنانية، أم أنه مشروع نتنياهو أم أن نتنياهو مستمر في مشروعه طالما هو في الحكم وطالما أنه هذا يحقق ربما الهدف الأساسي لنتنياهو بأنه يريد أن يبقى أكبر مدة ممكنة في الحكم؟
أنا بعتقد بأنه لا يوجد على أجندة نتنياهو وأجندة القادة الإسرائيليين يعني أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي. هم يعتقدوا، وهذا ما أعلن عنه نتنياهو مباشرة بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، يعني كان يتحدث عن إعادة ترتيب الشرق الأوسط و خلق شرق أوسط جديد، وبالتالي لا أعتقد أنه يعني عدم التقدم في العملية البرية في الوقت الحاضر يعني سيؤدي إلى ضغط على نتنياهو لوقف الحرب والذهاب إلى وقف إطلاق نار. أعتقد أنه قد نشهد محاولات من نوع مختلف، قصف جوي عنيف أو قصف جوي مركز. ويعني إذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة من غزة، صحيح أنه على مدار أكثر من عام مثلا الآن لم تنجح إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، ولكن هي تقوم بعملية من نوع آخر، تهجير قسري للسكان، إبادة جماعية للسكان. ولذلك أعتقد أنه في حال لم يحصل أي تقدم على موضوع العملية البرية في الجنوب، قد تلجأ إسرائيل إلى ارتكاب مجازر ومذابح في لبنان سواء في الجنوب أو في الضاحية من خلال عمليات القصف الجوي، لأنه يعني كما قلت نتنياهو يعتقد أن هذه فرصة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط كما يراه هو والمتطرفين في حكومة نتنياهو. ولذلك لا يوجد على أجندة نتنياهو الآن، خاصة في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات الأمريكية التي ستعقد يعني بعد أقل من 20 يوما من الآن في 5 نوفمبر الشهر القادم، وعدم قدرة الأوروبيين لتشكيل أي ضغط حقيقي على نتنياهو. وكلنا شاهد مثلا عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعني تجميد إرسال السلاح إلى إسرائيل، كيف هاجم نتنياهو فرنسا والدول الأوروبية. ولذلك يبدو أننا لازلنا بعيدين عن فكرة وقف إطلاق النار، وقد تحدث يعني كما قلت محاولات إسرائيلية من نوع آخر للضغط على لبنان والضغط على المقاومة الإسلامية في لبنان للتراجع مثلا إلى خط نهر الليطاني كما يقول نتنياهو. ما المقصود هنا بالضغط من نوع آخر دكتور مخيمر؟ ما أقصده أنه يعني على الرغم أن لبنان وعلى يعني لسان رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي يعني في أكثر من مناسبة عبر عن يعني موافقة لبنان على القرار الأممي 1701، إلا أنه يعني أعتقد أنه نتنياهو والقادة العسكريين في إسرائيل يسعون كما قلت من خلال القوة العسكرية إلى الوصول إلى ما يسمى بأهداف الحرب، وهم كما يسموها في لبنان عودة الإسرائيليين المشردين من منطقة شمال لبنان، عفوا شمال إسرائيل، إلى المنطقة الشمالية. ودعني هنا أستذكر يعني ما قال وزير الجيش الإسرائيلي في تغريدة له هذا اليوم، تغريدة استقى من التوراة الإسرائيلية عندما وضع صورة حسن نصر الله ومحمد الضيف القائد العسكري لكتائب القسام في حركة حماس، وقال بأنه يعني إسرائيل سوف تستخدم السيف حسب ما جاء في التوراة من أجل الوصول إلى أعدائها. ولذلك واضح أنه كما قلت يعني قد يكون هناك أعمال أو أدوات من نوع ضغط عسكري أكثر في لبنان، ارتكاب مجازر، تدمير أكثر كما حصل في غزة من أجل الضغط على حزب الله للقبول بالشروط الإسرائيلية، ولكن هذا طبعا أمرا غير متوقع. دكتور مخيمر، وفي هذا السياق أيضا ربما مما تحاول إسرائيل القيام به مؤخرا أو هي تهدد بأنها ستقوم به
هو عملية الاعتداء على إيران بحسب ما يعلن المسؤولون الإسرائيليون على رأسهم بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت. اليوم كان هناك تصريح لافت لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عندما حذر إسرائيل من مجرد فكرة التفكير بموضوع ضرب المنشآت النووية الإيرانية. هذا الموقف الروسي برأيك كيف يمكن أن تتلقاه إسرائيل وأي دلالات له؟ يعني أولا إسرائيل يبدو أنها من خلال المحادثات التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني أكدت أنها لن تقوم بضرب المنشآت النفطية أو المنشآت النووية الإيرانية. لماذا عدم ضرب المنشآت النفطية؟ تتخوف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي ضرب للمنشآت النفطية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، وهذا طبعا سيضر بالحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي سواء كان نائبة الرئيس كمالا هاريس أو الديمقراطيين في الانتخابات القادمة. ولذلك يبدو أنه يعني على الأقل هذا ما قالوا، يعني ما تم تداوله في الأوساط الإسرائيلية، أنه لن يتم ضرب المنشآت النفطية. طبعا ضرب أي منشآت نووية قد يكون له تداعيات مأساوية ليس فقط على إيران وإنما على المنطقة، يعني إذا كان هناك بعض يعني المواد المشعة قد تؤدي إلى أضرار ليس فقط على إيران وإنما على الجيران بما فيهم روسيا. ولذلك أعتقد أن التحذير الروسي يعني هو تحذير سيؤخذ على محمل الجد، خاصة في ظل الحرب التي يعني تحدث في أوكرانيا وتهديدات بوتين على مدار العامين الماضيين باستخدام السلاح النووي بالمعنى سلاح تكتيكي في المعركة في أوكرانيا. بعتقد أنه يعني إيران ليست بعيدة عن روسيا، يعني هناك المسافة ليست بعيدة جدا، وبالتالي أي عدوان إسرائيلي على إيران يطال المنشآت النووية أعتقد أنه لن يكون مقبول على المستوى الروسي. ولذلك يعني كما قال وزير الجيش الإسرائيلي، هو قال بأنه الضرب الإسرائيلي القادمة سماها بأنها ستكون دقيقة يعني مميتة إلى حد ما، ولكن يعني لا أعتقد أن إسرائيل ستذهب يعني إلى تجاوز الخطوط الحمر. هو ريابكوف دكتور ريابكوف ذهب أيضا إلى نقطة غاية في الأهمية عندما لمح وقال صراحة بأن موضوع الخطوة إذا حدثت بموضوع استهداف المنشآت النووية الإيرانية فإنها تشكل كارثيا وإلغاء نهائيا للمبادئ القائمة في مجال السلام النووية. هل هذه رسالة ضغط روسية ليس فقط على إسرائيل إنما أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب للجم إسرائيل، مع الإشارة إلى التظاهرات التي خرجت الآن في تل أبيب على ما أعتقد هي أيضا طلبت نتنياهو بإبرام صفقة للتبادل، خاصة في ظل الحديث الإسرائيلي عن استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، مع الإشارة دائما مشاهدينا لأنه كتائب القسام حركة حماس لم يعلن أي طرف له علاقة بقائد حركة حماس أو رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار حتى الآن أي موقف رسمي. إذن دكتور مخيمر تفضل. يعني كما قلت يعني هذه الحرب التي بدأت من غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم السابع من أكتوبر، والآن هناك يعني إمكانية أن تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، ولكن هذا يعتمد طبعا على نوعية الضربة التي ستقوم بها إسرائيل انتقاما لإطلاق الصواريخ البالستية على إسرائيل في بداية هذا الشهر. على أي حال واضح أن هناك تفاعلات دولية، بالمعنى أنه يعني الصين مثلا بالأمس طالبت إسرائيل بوضع حد لاستهداف المدنيين في قطاع غزة ووقف المجازر ووقف حرب الإبادة التي تمارسها ضد الفلسطينيين وخاصة المدنيين في قطاع غزة. اليوم هناك طبعا التحذير الذي جاء من روسيا، ولذلك طبعا الأطراف الدولية
مثل روسيا والصين طبعا هي تعرف، وهذا ليس بحاجة إلى يعني دلائل، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريكا في هذه الحرب وفي هذا العدوان الذي يشن على قطاع غزة ويشن على لبنان. ولذلك هذه الأطراف الدولية لا أعتقد أنها ستسكت أو ستصمت على هذا التأييد الأمريكي الأعمى لإسرائيل في هذا العدوان الذي يستهدف بالدرجة الأساسية المدنيين. ولذلك أعتقد أن رسالة إيران هي رسالة يعني أعتقد أنه على إسرائيل أن تأخذها بعين يعني بعين الجدية، وألا يعني أعتقد أن الأمور قد تتدهور يعني كما قلت باتجاه حرب إقليمية، فيما لو كان الرد الإسرائيلي قاسيا وكما يقول جلال قاسيا ودقيقا، أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى حرب ويشعل حربا إقليمية في المنطقة. دكتور مخامر، بالانتقال الآن إلى الموضوع الأحدث، التطور الأبرز بإعلان الاحتلال الإسرائيلي، بإعلان غير رسمي حتى الآن عبر الإعلام، عبر بعض الشرعية، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد يحيى السنوار. بهذا الموضوع حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من جانب حركة حماس، ولكن انطلاقا من الصور التي رأيناها وتم نشرها في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقلتها بعض وسائل الإعلام العربية، لنسلم جدلا بالرواية الإسرائيلية دكتور مخيمر، هذا الحضور لمن ظهر بالصورة بلباسه العسكري ببندقيته، وأيضا واضح أنه كان يواجه، كان في معركة، إلى أي مدى ينسف كل الروايات الإسرائيلية التي كانت تحاول أن تروج دائما بأن يحيى السنوار موجود في أحد الأنفاق، بأن يحيى السنوار يهرب، بأن يحيى السنوار يترك أهالي قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي وهو يختبئ في أحد الأنفاق كما كان يروج الاحتلال الإسرائيلي؟ إلى أي مدى ما رأيناه من صورة، بغض النظر عمن هو موجود في الصورة، ولكن استنادا إلى الرواية الإسرائيلية، ينسف كل ما كانت تروج له إسرائيل؟ أكيد هذا سؤال مهم جدا عزيزي. أولا يعني يبدو أن الصور التي يتم تداولها يعني يبدو إلى حد ما أنه يعني يحيى السنوار هو المستهدف وهو الذي تظهر صورته يعني، وبالإضافة إلى طبعا تأكيدات إسرائيلية أعتقد لدول الجوار بأنه تم اغتيال السنوار. يعني يبدو أن المعلومات أصبحت شبه مؤكدة. صحيح أن حركة حماس لم تصدر بيانا بعد، ولكن يبدو أن هذه المعلومات باتت شبه مؤكدة. على أي حال يعني أنت ذكرت موضوعا مهما، أنه إسرائيل كانت تقول دائما أن السنوار يختبئ في أنفاق غزة وأنه يحيط نفسه بالرهائن الإسرائيليين، ولكن الصور المتداولة تقول بأن السنوار كان يقاتل على الخطوط الأمامية في منطقة رفح، كما تقول إسرائيل أن عملية قتله حصلت في رفح، كان يقاتل بجعبته العسكرية بسلاحه الشخصي، وأنه لم يكن مختبئاً كما كانت تقول إسرائيل في الأنفاق، ولم يكن محاطا بالأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين. حتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأنه لا يوجد هناك أي دليل حتى أن هناك رهائن إسرائيليين في المنطقة التي قتل فيها السنوار. ولذلك يعني أعتقد يعني تعتبر يعني هذه النهاية هي نهاية مشرفة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لم يكن مختبئاً ولم يكن يحمي نفسه بالرهائن الإسرائيليين، كان على خطوط المواجهة يقاتل مثله مثل أي مقاتل فلسطيني آخر. وأعتقد أنه يعني هذا ينسف الرواية والدعاية الإسرائيلية التي طالما رددتها إسرائيل على مدار أكثر من عام. مع التذكير دائماً دكتور مخيمر في هذه التغطية، نحن نتحدث هنا من وجهة النظر الإسرائيلية، نذكر دائما مشاهدينا، وهذا لا ينفي ولا يؤكد الخبر، أن حركة حماس المعنية بشكل أساسي بشكل رئيسي لم يصدر عنها أو عن أي من مسؤوليها الكبار وقادتها الكبار أي تصريح ولا أي بيان رسمي، ولا حتى عن كتائب القسام، لأن هناك الكثير ما يكتب والبعض أيضا يروج لبعض المعلومات ولبعض التصريحات، هذه كلها حتى الآن غير صحيحة
بخصوص مصير قائد حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار. هناك رواية إسرائيلية فقط عن هذا الموضوع. من شمال قطاع غزة مشاهدينا ينضم إلينا الآن الزميل محمود العوضية الذي يرصد من هناك المذبحة الإسرائيلية في شمال القطاع. مذبحة وإبادة مستمرة. إذن محمود في شمال قطاع غزة، ما جديد هذا المشهد المستمر منذ عدة أيام حتى اليوم؟ نعم عبد الرحمن، بالتأكيد يعني تصادفت هذه المجزرة الإسرائيلية البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدرسة أبو حسين في معسكر جباليا تزامنت بمرور عام كامل اليوم على ذكرى أيضا مذبحة المستشفى المعمداني الذي نتواجد فيه الآن ونقف على الأرضية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي وهي المستشفى المعمداني الأهلي العربي. اليوم هو ذكرى مرور عام كامل على هذه المجزرة التي استشهد فيها ربما أكثر من 500 شهيد بعدما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي هذه المجزرة البشعة التي ضوى صداها في كل العالم. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور عام على هذه المجزرة تتوالى المجازر الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في ظل استمرار هذه المذبحة لليوم 12 على التوالي في مخيم جباليا وفي كافة مناطق شمال قطاع غزة. المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدرسة أبو حسين لم تكن هي الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار تغول الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق شمال قطاع غزة، مخيم جباليا، بيت لاهيا، منطقة الفالوجة التي تتعرض لحرب مستمرة وإبادة مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل وبحسب بيان الدفاع المدني في شمال قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي وفي حادثة ربما لأول مرة يقوم بها قامت طائرات الكواد كابتر في منطقة الفالوجة في شمال قطاع غزة بإلقاء أكياس من المتفجرات فوق منازل المواطنين بشكل متعمد. هذه الأكياس من المتفجرات ألقاها في منطقة الستة الشهداء كما يطلق عليها في منطقة الفالوجة امتدادا إلى منطقة الفاخورة وكثير من المنازل الموجودة، منازل لعائلة أبو عيدة كما أوضح البيان. هذه المنازل كلها تعرضت لإلقاء الاحتلال الإسرائيلي عبر طائرات الكواد كابتر المحملة بأكياس من المتفجرات، تم إلقاها فوق منازل المواطنين في إطار حملات النسف المستمرة لمنازل المواطنين في تلك المناطق، وأن الدفاع المدني يناشد الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بضرورة السماح لطواقمه بالذهاب إلى تلك المناطق لتفقدها، خاصة أن تلك المناطق يوجد بداخلها ربما آلاف الأفراد والعوائل التي لا زالت محاصرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكانت عرضة لهذه الانفجارات والأحزمة النارية الضخمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال أيضا في مناطق الصفاوي وفي مناطق الجلاء ارتكب عديد من الاستهدافات لا سيما في منطقة جباليا النزلة، أيضا كما وصلنا من شهود عيان في تلك المناطق بأن الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 70 قذيفة مدفعية في منطقة جباليا النزلة وفي محيط مدرسة حليمة السعدية في تلك المنطقة على منازل المواطنين على تجمعاتهم. وصل أيضا هنا إلى المستشفى المعمداني إصابات عديدة جراء هذه الاستهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا على إثرها شهدت تلك المناطق حالات نزوح كبيرة من تلك المناطق باتجاه مناطق غرب غزة بعد تلك الاستهدافات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاستهدافات أيضا امتدت إلى حي الزيتون، إلى منطقة الصبرة، إلى منطقة النصر، الشيخ رضوان، كل تلك المناطق كانت عرضة استهدافات الاحتلال الإسرائيلي سواء بإلقاء القنابل كما حدث في منطقة الزيتون عبر طائرات الكواد كابتر أو حتى عبر الاستهداف في طائرات الاستطلاع التي تلاحق المواطنين كل مكان في شمال قطاع غزة. عبد الرحمن، الوضع الإنساني كثيرا تحدثنا عنه، وضع كارثي في شمال قطاع غزة، المستشفيات تعاني من كارثة حقيقية في تلك الأوقات، خاصة أن الاحتلال اليوم 12 يمنع إدخال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة، يمنع إدخال المستلزمات الطبية، أكياس الدماء أو وحدات الدماء إلى تلك المستشفيات، يمنع إدخال طبعا أي مستلزم طبي لإنقاذ الجرحى أو المرضى أو حتى السماح بتحويلهم إلى مستشفيات مدينة غزة أو غيرها. بالتالي يفاقم من الأزمة في شمال قطاع غزة وأزمة المستشفيات التي تتعرض لها في هذه الأثناء. أيضا الناس يمنع إدخال المساعدات الغذائية لهم، مياه الشرب معدومة لليوم 12 على التوالي، لا يوجد أي مياه صالحة للشرب في تلك المناطق. أيضا المخابز لا يوجد أي مخبز في كافة مناطق شمال قطاع غزة. كل هذه الأمور تفاقم من الأزمة الإنسانية
التي يعانيها الناس مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على كافة مناطق شمال قطاع غزة في ظل استمرار هذه المذبحة والمحرقة الإسرائيلية في مخيم جباليا. على مستوى المقاومة الفلسطينية أيضا محمود، كان هناك استمرار للتصدي للقوات الإسرائيلية التي ترتكب كل هذه المجازر، هل هناك أي معطيات عن آخر تطورات المشهد على المستوى الميداني أيضا؟ يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول لهذه العملية البرية الثالثة إن صح التعبير، هذه المرة الثالثة التي يجتاح الاحتلال الإسرائيلي فيها مخيم جباليا، في المرة الثانية أيضا شهد مخيم جباليا اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية التي أذاقت وأوقعت في الاحتلال الإسرائيلي طبعا الويلات وآلمته بشدة، خاصة في مناطق معسكر جباليا والفالوجو. في هذه المرة أيضا تكرر المشهد مع استمرار المقاومة الفلسطينية بتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المعارك تدور في مخيم جباليا، تلك الاشتباكات لم تتوقف بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. كتائب القسام أعلنت أكثر من مرة بأنها فجرت آليات للاحتلال الإسرائيلي عبر العبوات الموجهة أو عبر قذائف الياسين 105، أيضا اشتباكات مباشرة وكمائن محكمة أوقعتها المقاومة الفلسطينية في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في منطقة الفالوجة. في كثير من الأحيان المقاومة الفلسطينية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع من الأماكن التي يتوغل فيها، لا سيما في معسكر جباليا منذ أيام، والاحتلال الإسرائيلي في عمليات كر وفر يتقدم في منطقة وفي اليوم التالي يتراجع منها، كما حدث في منطقة الفالوجة أيضا التي اشتبكت المقاومة الفلسطينية أكثر من مرة مع الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت خسائر بينه على صعيد العبوات الموجهة في آلياته أو حتى في مركبات النمر وفي آليات النمر التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي. في منطقة تتوام أيضا دارت عديد من الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية، وشهدت هذه الاشتباكات أيضا عمليات قنص مباشرة من قبل المقاومة الفلسطينية لجنود الاحتلال في تلك المناطق. أيضا مدينة بيت حانون شهدت في الفترات السابقة ولا زالت أيضا تدور فيها اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي المقاومة لا زالت تستبسل في تصديها للاحتلال الإسرائيلي، تجبره مرات ومرات على التراجع من الأماكن التي يتوغل بداخلها في كافة مناطق شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك الزميل محمود العوضية مراسل الميادين على وجودك معنا مباشرة من شمال قطاع غزة. دكتور مخيمر، هنا أعود إليك أيضا لنسأل عن حركة المقاومة الإسلامية حماس في ظل هذا الإعلان الإسرائيلي. نحن بانتظار، نذكر دائما، أي بيان رسمي يصدر عن الحركة بخصوص مصير قائد حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، ولكن لنفترض أن هذا السيناريو حصل استنادا إلى التجربة التاريخية. دكتور مخيمر، هل مثل هكذا اغتيال يقصم ظهر حركة المقاومة، خاصة كحركة حماس استشهد يعني رئيس استشهد مؤسسها أحمد ياسين، استشهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، استشهد إسماعيل هنية، والآن حتى لو استشهد يحيى السنوار، هل هذا يؤثر على مسيرة الحركة كحركة مقاومة؟ من المؤكد، يعني إذا تأكدت كما قلنا هذه الأنباء عن مقتل السنوار، أكيد سيترك فراغا يعني في الحركة. يعني السنوار كان له بصمة واضحة في حركة حماس، وخاصة يعني هجوم 7 أكتوبر الذي هز إسرائيل والشعور بالأمن للإسرائيليين لسنوات قادمة. ولكن في نهاية الأمر هذا لن يؤدي إلى وقف المقاومة أو لن يؤدي إلى طيب دكتور، فقط لأنه تبقت دقيقتان فقط، الآن في إسرائيل يروجون بأنه اغتيال السنوار كما هم يقولون، وهو لم يغتال بالمناسبة بحسب ما قال الإعلام الإسرائيلي، أنه كنا أمام اشتباك حصل، والرجل كان يحمل البندقية وكان يرتدي جعبته وكان يواجه الجيش الإسرائيلي، يروجون الآن لفكرة إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بشكل فوري أو إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل فوري، ترويج هذا من وزير الخارجية إسرائيل كاتس، ترويج هذا من عدد أيضا من المسؤولين الإسرائيليين، كيف لهم أن يربطوا ما بين الأمرين؟
يعني بعتقد انه قد يكون انه هناك مؤشرات تقول بانه من كان يعيق الصفقه هو مطالب يحيى السنوار، التي كانت مطالب لا علاقه بتبييض السجون واطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين، ولكن الكل يعرف ان من كان يعيق الصفقه على مدار اكثر من عام هو رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وهذا بشهاده أكثر من مسؤول إسرائيلي في وفد التفاوض، سواء كان مسؤول الجهاز الموساد ديفيد برينياع أو مسؤول جهاز الشباك رونين بار، وحتى مسؤول الجيش الإسرائيلي في المفاوضات ألون نيتسان الذي تغيب أكثر من مرة عن جولات المفاوضات، لأنهم كانوا يعرفون أن نتنياهو ليس مهتما بإطلاق سراح الرهائن وليس مهتما بصفقة أسرى، وإنما مهتما بتطبيق أكثر أجندته السياسية وبقائه في الحكم. ولذلك يعني على أي حال كان يروج أنه شروط السنوار لم تكن مقبولة على نتنياهو وعلى فريق التفاوض الإسرائيلي، هم يعتقدوا أنه ممكن الآن بعد اغتيال السنوار أنه ممكن التوصل إلى صفقة، ولكن لا أعتقد أن هذا ممكن، لأنه أولا يعني حجم التضحيات التي دفعها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام مهول جدا، سواء على مستوى الضحايا والإصابات والدمار، ولذلك يعني أنا لا أعتقد أنه كما يعني يروج كما تقول أنت الآن في إسرائيل أنه يمكن التوصل إلى صفقة. لو كان هذا صحيحا يعني كانت إسرائيل تقول أنه الهدف هو قتل السنوار، فلتتوقف الحرب الآن ولتتوقف عمليات الإبادة التي تحدث في شمال غزة كما وضحها يعني مراسلكم في منطقة الشمال. ما يحصل في الشمال هو عملية إبادة وتطهير عرقي للفلسطينيين، بحيث يتم تطبيق خطة الجنرالات لدفع الفلسطينيين إلى منطقة الجنوب وإعلان منطقة الشمال منطقة عسكرية مغلقة، بمعنى أنه المسألة لم تعد لها علاقة بالتخلص من السنوار، أعتقد أن المسألة لها علاقة أكثر بتنفيذ خطط عسكرية إسرائيلية لها علاقة ب يعني شكراً. تهجير الفلسطينيين في الوقت الحاضر. شكرا جزيلا لك دكتور مخيمر أبو سعد على وجودك معنا من شيكاغو في هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين، مع التذكير دائما مشاهدينا بآخر تطور وأبرز تطور. جيش الاحتلال يعلن بأنه قتل قائد حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار. حركة حماس لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص، هناك صور نشرها الإعلام الإسرائيلي لأحد الأشخاص الذي يشبه قائد حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار. بهذه الصورة، إذا ما صحت هذه الصورة، فإن السنوار إذا استشهد هو استشهد وهو يحمل بندقيته ويرتدي جعبته، وهو أيضا كشجر زيتون قطاع غزة شامخا صلبا كان واضح في هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. ولكن حتى الآن ليس هناك أي خبر مؤكد من حركة حماس. هذه التغطية مستمرة تستكمل عند رأس الساعة. إلى اللقاء.